سلام، مرحبا بكم في روك بوا ام ا. فيديو جديد اليوم غنهضر لكم على لا كارتسون. شنو هي لا كارتسون والاهميه ديالها في الاستوديو والمميزات ديالها؟ دونك خليكم معنا. لا كارتسون هي واحد لوتي اللي كيتوفر عليه الجهاز اللي كيتريتي ليه الصوت اللي كيدخل منه اولا كيخرج منه. ولا كارتسون كتعتبر اهم جهاز اللي خاصك تكون كتوفر عليه في الاستوديو بطبيعه الحال من بعد البيسي ديالك اولا لورديناتور ديالك. غادي تقولوا لي علاش ما نستعملوش لا كارتسون ديال لورديناتور؟ وي بوسيبل، ولكن الا بغيتي كاليتي الصوت تكون عندك عاليه وتكون عندك ديال الاستوديو لازم عليك انك تكون كتوفر على ان كارتسون اكسترن، لان الكارتسون انترن اللي كتكون في لورديناتور كتكون الكاباسيتي ديالها محدوده، يعني ما كتعطيكش تسجيل الصوت بكاليتي ديال الاستوديو. هذه من جهه، ومن جهه اخرى كل كارتسون والمميزات ديالها والريزولوشن ديالها. ولا بغيتي كاليتي الصوت ديالك تكون ديال الاستوديو تكون عاليه، من بين احسن لي ريزولوشن واللي هي اللي حاليا كاينه هي 24 كيلو بيت على 192 كيلو هرتز. دونك دابا ندوزو كيفاش كنستخدموا لا كارتسون ولي زوبسيون اللي فيها لاش كينفعونا. لا كارتسون كتبرونشيها في البيسي ديالك بكابل يو اس بي، وكتقدر تبرونشي فيها ميكرو لي انسترومون لي مونيتور لو كاسك، مع امكانيه انك تحكم فيهم طبعا. وباش تكونيكتي هادشي كامل خصك لي كابل اللي كيستلزم كل واحد تكونيكتيه به. اجيو نشوفو دابا لي زونطري و لي سورتي وكيفاش نتحكمو في كل اونطري و سورتي. اول حاجه اللي تقدروا تشوفوا في لا سيرفاس ديالها الاولانيه هنايا كنلقاو لي زونطري ديال الميكرو وديال لي انسترومون. بحال دابا عندنا هذه كنلقاو فيها دو زونطري، عندنا فيها واحد لونطري ها هي والثانيه ها هي، ولكن هاد الاونطري كتسمى اونطري كومبو اللي فيها اونطري اكسيلر او اون ميم طون فيها اونطري جاك اللي تقدر تكونيكتي به الانسترومون ديالك. دونك بالنسبه الجاك كتقدر تكونيكتيه ديريكت هكا فوالا، وبالنسبه اكسيلر كتقدر تكونيكتيه بحال هكا. دونك فوالا هاد الاونتري هادي كنقدر نتحكم من الجين ديالها من هنايا فوالا، وهادي كنقدر نتحكم من الجين ديالها بهادي. مع العلم ان اي ميكرو ستوديو خصك ضروري باش تقدر تاليمونتي خصك 48 ديال الفولت، حيت كيستلزم 48 فولت باش انه يقدر يتاليمونتا. دونك كتبرك على هادي وكتختار يعني على حساب فين كونيكتيتيش من اونتري كتختار الجين باش تحكم بالجين كما بغيتي. بالنسبه لهادي هنا مكتوب عندنا اوتبوت، هادي كتقدر تحكم في لي مونيتور الصوت اللي خارج من لي مونيتور ولا الصوت اللي خارج طبعا من اي حاجه مبرونشيها في لا كارتسون باش تحكم به تزيد وتنقص بيان سور. وكاين عندنا هذه سورتي ديال الكاسك اللي كتحكم بها من هنا فوالا. الى جينا نشوفو عاوتاني من اللور كنلقاو سورتي ديال جاك اولا على حساب كل كارتون، كاين اللي كتلقى فيها اكسيلر، كاين اللي كتلقى فيها جاك، كاين اللي كتلقى فيها ار سي ا باش كتخرج لي مونيتور ديالك ليفت و رايت على حساب. كاين كل كارتون كاين اللي كتقدر فيها كتقدر تلقى فيها جوج، كاين اللي كتكونوا كبارين كتلقى فيهم بزاف ماشي غير جوج. وطبعا كتلقى في بعض لي كارتون كاينين الميدي ان اوت بحال اللي كاينه في هاد لا كارتون هادي. وهذه كانت غير فكره صغيره على لا كارتون. نتمنى انه يكون الفيديو نال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش انكم تابوناو في لاشين يوتيوب ديالنا وتخليوا لي لايك وتخليوا التعليق ديالكم والاراء ديالكم. على بروجين.